بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: النوع الثاني شرك التمثيل، وهو شرك من جعل مع الله إلها آخر. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. لما فرغ المؤلف رحمه الله من بيان الشرك في توحيد الألوهية الذي هو مثار النزاع بين الأنبياء وبين أممهم من المشركين، والذي هو معنى لا إله إلا الله، توحيد الألوهية هو معنى لا إله إلا الله، انتقل إلى بيان الشرك الذي وقع في الربوبية، وهو على قسمين أو نوعين. النوع الأول شرك التعطيل والجحود، جحود الرب سبحانه وتعالى، كما حصل من فرعون ومن غيره من المعطلة الذين جحدوا وجود الرب سبحانه، وجود الخالق، وينسبون هذا الكون إلى الطبيعة وإلى الأفلاك وإلى العقول العشرة، خرابيط ما لها يعني أصل، لكن يزعمون أنهم فلاسفة وأنهم عقلاء، ومع هذا يذهبون هذا المذهب الذي لا يعقل حتى عند المجانين. وحتى البهائم تعرف أن كل أثر له مؤثر، لكن كابروا العقول وكابروا الفطر، فذهبوا إلى أن هذا الكون ليس له خالق، وأنه نتيجة طبيعة أو تأثير كواكب أو الأفلاك ما أشبه ذلك من الترهات والأباطيل. هذا نوع. والنوع الثاني شرك التمثيل والتشبيه، فهم يثبتون وجود الله سبحانه وتعالى، لكنهم يشبهون به غيره من مخلوقاته، ويمثلون، يجعلونها مثل وعديل شبيه لله سبحانه وتعالى. هذا شرك التمثيل، والله جل وعلا لا مثل له ولا ند له ولا شبيه له، كما أن الله نفى ذلك في آيات كثيرة: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، هل تعلم له سميا، فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. فهذا شرك التمثيل. وقلنا إن النوع الأول شرك التعطيل يدخل فيه تعطيل المعتزلة الذين نفوا القدر وقالوا إن الإنسان يخلق فعل نفسه، فأثبتوا خالقين مع الله سبحانه وتعالى، هذا سبق. وأما شرك التمثيل فهو أن يجعل لله شبيها وندا وسميا وعدلا من خلقه سبحانه وتعالى. ومن ذلك ادعاء الولد لله سبحانه وتعالى،
لأن الولد شبيه لوالده وجزء منه، الولد جزء الوالد، وهذا مذهب النصارى الذين غلوا في المسيح، قالوا المسيح ابن الله أو ثالث ثلاثة، وكذلك مذهب المشركين من العرب الذين جعلوا الملائكة بنات الله سبحانه وتعالى، يقولون الملائكة بنات لله عز وجل، وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا، يعني جعلوهم بنات لله عز وجل، ويزعمون أن الله أصهر إلى الجن فأنجب الملائكة كما قال سبحانه وتعالى وجعلوا بينه وبين الجنة نسبا، وإنه تزوج من الجن فأنجب الملائكة، يعني ترهات وأباطيل والعياذ بالله. وهذا شأن من أعرض عن الوحي وعن اتباع الرسل، فإنه يقع في هذه الأمور التي تضحك العقلاء وتخالف الفطر السليمة والعقول، لكن من ترك الوحي فإنه يبتلى بمثل هذه الخزعبلات وهذه الأباطيل، هذه الخرافات التي ما أنزل الله بها من سلطان. فلا عاصم من هذه الأمور إلا التمسك بالوحي والاعتصام بالكتاب والسنة، ما يعصم من هذه الأمور غير الكتاب والسنة، تمسك بالوحي المنزل. نعم. فهذا النوع التشبيه، الشرك في الأسماء والصفات أو في الربوبية، لأن الأسماء والصفات من الربوبية، الشرك فيها التمثيل والتشبيه وهو ما وقع فيه المشبهة من النصارى وغيرهم، تشبيه. وكذلك التشبه، تشبه بالله عز وجل، تشبيه والتشبه سيشرحه المؤلف. نعم. النوع الثاني شرك التمثيل، وهو شرك من جعل مع الله إلها آخر. نعم. كالنصارى في المسيح. نعم. واليهود في عزير، والمجوس القائلين بإسناد حوادث الخير إلى النور وإسناد حوادث الشر إلى الظلمة. نعم. نصارى قالوا المسيح ابن الله، اليهود قالوا عزير ابن الله، والمشركون قالوا الملائكة بنات الله، فالله جل وعلا رد عليهم فقال أصطفى البنات على البنين ويجعلون لله ما يكرهون، لأنهم يكرهون الإناث ومع هذا ينسبونها إلى الله، وتصف ألسنتهم الكذب أن لهم الحسنى، أم له البنات ولكم البنون، إلى غير ذلك من الأدلة التي ترد عليهم. فهم لا ينزهون الله عما نزهوا عنه أنفسهم. نعم. والمجوس القائلين بإسناد حوادث الخير إلى النور وإسناد حوادث الشر إلى الظلمة، وشرك القدرية المجوسية مختصر منه. نعم. وهؤلاء أكثر مشركي العالم، وهم طوائف جمة. نعم. منهم من يعبد أجزاء سماوية، ومنهم من يعبد أجزاء أرضية. يعبد أجزاء سماوية مثل الكواكب، عباد الكواكب، الشمس والقمر والنجوم، يعبدونها، يشبهونها بالله عز وجل ويعبدونها. وأجزاء أرضية هم الذين يعبدون الأصنام والأشجار والأحجار والقبور والأضرحة. نعم.
ومن هؤلاء من يزعم أن معبوده أكبر الآلهة. كل واحد يدعي أن معبوده أكبر الآلهة ويفتخر به على الآخرين، وكلهم مبطلون، لكن يزين لهم ما هم فيه، يزين لهم باطلهم، فكل يدعي أن معبوده من الجن والإنس والشجر والحجر والكواكب أنه أحسن من آلهة الآخرين. زين لهم سوء أعمالهم. نعم. ومنهم من يزعم أن إلهه من جملة الآلهة. نعم. ومنهم من يزعم أنه إذا خصه بعبادته والتبتل إليه أقبل إليه واعتنى به. نعم، إذا خصه أي خص هذا المخلوق بعبادته واعتنى به فإن هذا المخلوق يعتني بمن عبده. نعم. ومنهم من يزعم أن معبوده الأدنى يقربه إلى الأعلى الفوقاني والفوق. ومنهم من يعترف أن معبوده أدنى، كالذين يعبدون الأصنام والأشجار والأحجار والأموات ويقولون نحن نعلم أنهم لا يضرون ولا ينفعون ولكنهم يقربوننا إلى الله ويشفعون لنا عند الله، يعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم، هم يعترفون بهذا أنه لا يضرهم ولا ينفعهم، ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله لأنهم صالحون ولهم مكانة عند الله عز وجل، فهم يشفعون لنا ويقربوننا إلى الله زلفى. هكذا زين لهم الشيطان هذا العمل. نعم. ومنهم من يزعم أن معبوده الأدنى يقربه إلى الأعلى الفوقاني والفوقاني يقربه إلى من هو فوقه. نعم. حتى تقربه تلك الآلهة إلى الله سبحانه وتعالى، فتارة تكثر الوسائط وتارة تقل. نعم. فإذا عرفت هذه الطوائف وعرفت اشتداد نكير الرسول صلى الله عليه وسلم على من أشرك به سبحانه وتعالى في الأفعال والأقوال والإرادات كما تقدم ذكره، انفتح لك باب الجواب عن السؤال. نعم. فنقول: اعلم أن حقيقة الشرك تشبيه الخالق بالمخلوق وتشبيه المخلوقات بالخالق. نعم. أما الأول فإن المشرك شبه المخلوق بالخالق في خصائص الإلهية، وهي التفرد بملك الضر والنفع والعطاء والمنع. نعم. فمن علق ذلك بمخلوق فقد شبهه بالخالق تعالى وسوى بين التراب ورب الأرباب، فأي فجور وذنب أعظم من هذا؟ ولهذا يعترفون إذا دخلوا النار هم ومعبودوهم: إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم. الذين أمروهم بعبادتهم ورضوا بعبادتهم لهم يدخلون معهم النار، حصب جهنم أنتم لها واردون. لو كان هؤلاء آلهة ما وردوها، كل فيها خالدون. في ذلك في هذا المكان أو هذا المصير يعترف المشركون لأنهم أخطأوا، فيقولون تالله، يقولون لأصنامهم ومعبوداتهم في النار: تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين. اعترفوا أنهم وقعوا في الضلال في الدنيا حيث سووا هذه الأشياء بالله فعبدوها مع الله سبحانه وتعالى، شبهوها بالله، هذا مصيرهم يوم القيامة. نعم.
واعلم أن من خصائص الإلهية الكمال المطلق من جميع الوجوه. نعم، الرب سبحانه وتعالى هو الكامل من جميع الوجوه، لا نقص يعتريه سبحانه، ولهذا نزه نفسه عن النقائص والعيوب، لا تأخذه سنة ولا نوم، الحي الذي لا يموت، فنزه نفسه عن كل النقائص، ونزه نفسه عن الوالد والولد، ونزه نفسه عن الصاحبة والزوجة، لأن هذه كلها نقائص، لأن الزوج بحاجة إلى الزوجة، هو محتاج، والله جل وعلا ليس بحاجة إلى أحد. أنى يكون له ولد ولم تكن له صاحبة، يعني زوجة، منين يجي الولد؟ أنى يكون له ولد، يعني منين يأتيه الولد ولم تكن له صاحبة أي زوجة؟ أنتم تشوفون إن ما أحد يجي أولاد إلا من الزوجة. نعم. واعلم أن من خصائص الإلهية الكمال المطلق من جميع الوجوه الذي لا نقص فيه بوجه من الوجوه. نعم. وذلك يوجب أن تكون العبادة له وحده عقلا وشرعا وفطرة. إيه نعم، لا، العبادة يجب أن تكون للكامل من جميع الوجوه، ولا تكون العبادة للناقص. نعم. فمن جعل ذلك لغيره فقد شبه الغير بمن لا شبيه له، ولشدة قبحه وتضمنه غاية الظلم أخبر من كتب على نفسه الرحمة أنه لا يغفره أبدا، أنه لا يغفر الشرك، إن الله لا يغفر أن يشرك به، مع أنه أرحم الراحمين، ولكن رحمته لا يدخل فيها المشرك، لأنه لم يدع مجالا لشمول الرحمة له والعياذ بالله، فهو أرحم الراحمين، لكنه لا يرحم المشرك يوم القيامة. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، إن ربك واسع المغفرة. فقل ربكم ذو رحمة واسعة، رحمته واسعة ومغفرته واسعة، لكنها لا تتسع للمشرك يوم القيامة لعظيم جرمه والعياذ بالله، فإنه أجرم جرما لم يجرمه أحد من الخلائق، لذلك قطع الله عنه رحمته ومغفرته وأيسه منها، جعله خالدا مخلدا في النار، يدل على خطورة الشرك بالله عز وجل ووجوب الحذر منه والابتعاد عنه وإخلاص العبادة لله سبحانه وتعالى. نعم. ومن خصائص الإلهية العبودية التي لا تقوم إلا على ساقي الحب والذل. العبودية تقوم على قطبين، الحب والذل، غاية الحب مع غاية الذل، ثم العبادة كلها تتبع هذين القطبين، تدور عليهما، ولهذا قال الإمام ابن القيم: وعبادة الرحمن غاية حبه مع ذل عابده، هما قطبان وعليهما فلك العبادة دائر ما دار حتى قامت القطبان، ومداره بالأمر، أمر رسوله، لا بالهوى والنفس والشيطان. نعم. ومن خصائص الإلهية العبودية التي لا تقوم إلا على ساقي الحب والذل، فمن أعطاهما لغيره فقد شبهه بالله تعالى في خالص حقه. فمن أحب أحداً مع الله فقد أشرك بالله، كما قال تعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله
أندادا يحبونهم كحب الله. وكذلك الذي يذل ويخضع لغير الله هذا قد أشرك بالله سبحانه وتعالى. والله خلق هذا الإنسان حرا، خلقه حرا وحصنه بعبادته، فإذا خرج من هذا الحصن وهو عبادة الله يبتلى بعبادة غير الله فيقع في الذل والهوان. وما دام متحصنا بعبادة الله فإنه لا خوف عليه ولا ذل، لا في الدنيا ولا في الآخرة. نعم. فمن أعطاه ما لغيره فقد جبهه بالله تعالى في خالص حقه، وقبح هذا مستقر في العقول والفطر. لكن لما غيرت الشياطين فطر أكثر الخلق، توحيد الربوبية والاعتراف بأنه لا يستحق العبادة إلا الله عز وجل، وأن أحدا لا يشاركه فيها كائنا من كان، هذا هو مقتضى الفطر التي فطر الله الناس عليها. فأقم وجهك للدين حنيفا، يعني خالصا لله، فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله. الله خلق الخلق حنفاء على الفطرة، لكن الشياطين تجتالهم عن فطرتهم وتغير فطرتهم، والتربية السيئة تغير الفطرة. كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، شوف، ولم يقل أو يسلمانه، يعني اجعلانه مسلمة، لأن هذا هو الأصل. وأما اليهودية والنصرانية والمجوسية هذه طارئة وليست هي الأصل. نعم. لكن لما غيرت الشياطين فطر أكثر الخلق واجتالتهم عن دينهم وأمرتهم أن يشركوا بالله ما لم ينزل به سلطان. ولهذا ورد في الحديث القدسي: خلقت عبادي حنفاء، يعني مفطورين على التوحيد، فاجتالتهم الشياطين عن فطرتهم. وليس هذا خاصا بشياطين الجن، بل حتى شياطين الإنس ودعاة الضلال يغيرون الفطر، فطر الناس. نعم. لكن لما غيرت الشياطين فطر أكثر الخلق واجتالتهم عن دينهم وأمرتهم أن يشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، كما ما لم ينزل به سلطانا يعني دليلا وحجة. فالشرك ليس عليه دليل أبدا، الدليل إنما هو على التوحيد. أإله مع الله؟ قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. ما على الشرك دليل أبدا، وإنما هو شبهات، شبهات وحكايات أو أحاديث مكذوبة تعلقون بها، أو رؤى ومنامات يأتيهم بها الشيطان، فليس على الشرك دليل ولا برهان. ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به إنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. فلا برهان على الشرك أبدا، إنما هي شبهات وأباطيل لا تقوم أمام الحق أبدا. نعم. واجتالتهم عن دينهم وأمرتهم أن يشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، كما روى ذلك عن الله: أعلم الخلق به وبخلقه، عموا عن قبح الشرك حتى ظنوه حسنا. كما روى ذلك، يعني الحديث: خلقت عبادي حنفاء فاجتالتهم الشياطين عن فطرتهم، هذا حديث قدسي من كلام الله سبحانه وتعالى يرويه عنه رسوله صلى الله عليه وسلم.
الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فالأصل أن الخلق خلقوا على الفطرة السليمة، لكن هذه الفطرة تتغير. قد شبه النبي صلى الله عليه وسلم ذلك بالشاة تولد جمعة لها آذان ولها قرون كاملة الخلقة، فيأتي الناس فيجدعون قرونها أو آذانها، أنتم تجدعونها تغيرون الخلقة، كذلك الشياطين يغيرون الفطرة. نعم. عموا عن قبح الشرك حتى ظنوه حسنا. نعم. ومن خصائص الإلهية السجود، فمن سجد لغيره فقد شبهه. من خصائص الإلهية أنه لا يسجد لأحد غير الله، ولا يركع لأحد وينحنى لأحد غير الله سبحانه وتعالى. فالركوع والسجود لا يليق إلا بالله سبحانه، إلا لله سبحانه وتعالى. فمن سجد لغيره فقد أشرك، ومن ركع وانحنى لغيره فقد أشرك. ما يسمونه بالتحية، ينحنون أمامه. والآن فيه من الطوائف المنحرفة الضالة من يسجد لهم أتباعهم، يسجدون لهم عند أقدامهم، هذا شيء موجود. نعم. عند الباطنية والأغاخانية وغيرهم والحلولية يسجدون لهم. نعم. ومن خصائص الإلهية السجود، فمن سجد لغيره فقد شبهه به. شبه المخلوق بالخالق، لأنه لا يستحق السجود إلا الله جل وعلا. نعم. ومنها التوكل، فمن توكل على غيره فقد شبهه به. ومنها التوكل، ومن أنواع العبادة التوكل، وهو تفويض الأمور إلى الله سبحانه وتعالى والاعتماد عليه دون غيره. وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين، وعلى الله فليتوكل المؤمنون. ومن يتوكل على الله فهو حسبه، إن الله بالغ أمره. التوكل فاعبده وتوكل عليه، التوكل من أعظم أنواع العبادة، وهو تفويض الأمور إلى الله وحده. أما إنك توكل واحد توكيل، هذا ليس توكلا، وإنما هو توكيل وإنابة، هذا لا بأس به فيما يقدر عليه، لا بأس به، الوكالة جائزة. لكن التوكل لا، هذا لا يكون إلا لله سبحانه وتعالى، لأنه عبادة. ولا ينافي هذا أن تتخذ الأسباب النافعة، تجمع بين الأمرين، تعمل الأسباب النافعة مع التوكل على الله، ولا تتوكل على الأسباب، إنما تتوكل على الله سبحانه وتعالى. نعم. ومنها التوبة، فمن تاب لغيره. ومن أنواع العبادة التوبة، وهي الرجوع عن المعصية إلى الطاعة. التوبة من التوبة، وهو الرجوع من المعصية إلى الطاعة، ومن الانحراف إلى الاستقامة. هذا من أنواع العبادة، توبوا إليه، استغفروه، توبوا إليه. نعم. ومنها التوبة، فمن تاب لغيره فقد شبهه به. ومنها نعم، فالذين يأتون إلى الأولياء يقولون نحن عندنا ذنوب وتوبوا علينا نستغفر عندكم، يجون عند القبر ويطلبون منه التوبة، هذا شرك أكبر بالله عز وجل. النصارى يأتون إلى القديس أو المعمدان فيطلبون منه الغفران، ويعطيهم صك بالغفران، ويغطسهم بالماء، يسمون التعميد، هذا كله من ترهات وأباطيل النصارى. كذلك مثلهم القبوريون،
الذين يأتون إلى الأولياء ويعترفون بالذنوب عندهم ويزعمون أن الأولياء يحطون عنهم الذنوب والأوزار. نعم. ومنها الحلف باسمه تعظيما، حتى إنهم يخاطبون الرسول صلى الله عليه وسلم بذلك، يقول أنا مذنب، أنا فعلت كذا وكذا، وأنا وأنا، ما يعترف عند الله ويطلب من الله المغفرة، لا يطلب عند الرسول عند القبر أو عند قبر غير الرسول، يجيب ذنوبه يعترف بها. نعم. ومنها الحلف باسمه تعظيما، فمن حلف، ومن أنواع الشرك الحلف بغير الله، وهذا معروف عرفناه بأدلته، لأنه تعظيم، والتعظيم لا يكون إلا لله سبحانه وتعالى. نعم. فمن حلف بغيره فقد شبهه به. ومنها الذبح، ومنها الذبح له، ومن أنواع العبادة الذبح على وجه التقرب، ذبح الحيوانات المأكولة كالإبل والبقر والغنم، يذبحها تقربا إلى القبر أو إلى المخلوق، هذا شرك أكبر، لأن الذبح على وجه التقرب والعبادة لا يكون إلا لله. أصلي لربك وانحر، قرنه مع الصلاة، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، والنسك هو الذبيحة، قرنها مع الصلاة، فكما أنها لا تجوز الصلاة لغير الله كذلك الذبح لا يجوز لغير الله، فمن ذبح لغير الله فقد أشرك الشرك الأكبر. يذبحون عند القبور وعند الأولياء والصالحين، وهذا شرك أكبر، نسأل الله العافية. نعم. ومنها الذبح له، فمن ذبح لغيره فقد شبهه به. ومنها حلق الرأس إلى غير ذلك. حلق الرأس يكون عبادة أحيانا، مثل حلق الرأس في الحج والعمرة، هذا عبادة تفعله عبادة لله عز وجل، فلا يجوز أن تحلق رأسك تعظيما لأحد غير الله سبحانه وتعالى. أما أن تحلق رأسك من باب التنظف أو إزالة الأذى، هذا لا بأس به، لا بأس به، هذا مباح. نعم. هذا في جانب التشبيه. نعم. وأما في جانب التشبه، فمن تعاظم وتكبر ودعا الناس إلى إطرائه، تشبيه الخالق بالمخلوق، التشبه تشبه المخلوق بالخالق، العكس من تشبه المخلوق بالخالق، مثل الكبر، المستكبر متشبه بالله عز وجل، لأنه ما في داعي أنه يستكبر، مخلوق ضعيف كيف يستكبر، الكبرياء لله سبحانه وتعالى، التعاظم والفخر كل هذا لا يجوز، الإنسان مخلوق ضعيف يتواضع ويعرف ضعفه ولا ينفخ نفسه ويتعاظم. نعم. تواضع لله عز وجل. نعم. وأما في جانب التشبه، فمن تعاظم وتكبر ودعا الناس إلى إطرائه ورجائه ومخافته، دعا الناس إلى تعظيمه وإلى تفخيمه وإلى، هذا نوع من التعبد لغير الله سبحانه وتعالى. أما إذا الناس وقروه ولا يريد ذلك ولا يتطلع إليه، لكن الناس احترموه ووقروه، لا بأس بذلك. أما أنه يطلب من الناس ويتطلع إلى أن الناس يعظمونه، واللي ما يعظمه يزعل عليه ويغضب، هذا من حق الله سبحانه وتعالى. نعم. فمن تعاظم وتكبر ودعا الناس إلى إطرائه ورجائه ومخافته فقد تشبه بالله ونازعه في ربوبيته. نعم. وهو حقيق بأن يهينه الله غاية الهوان. نعم. ولهذا جاء في الحديث أن المتكبرين يوم القيامة يحشرون أمثال الذر، النمل الصغير، يطأهم الناس والعياذ بالله،
نعم. وهو حقيق بأن يهينه الله غاية الهوان ويجعله كما أن من تواضع لله رفعه الله في الحديث، من تواضع لله رفعه الله. نعم. وهو حقيق بأن يهينه الله غاية الهوان ويجعله كالذر تحت أقدام خلقه يوم القيامة. نعم. وفي الصحيح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: يقول الله تعالى: العظمة إزاري والكبرياء ردائي، فمن نازعني في واحد منهما عذبته. فالعظمة من صفات الله والكبرياء من صفات الله، فمن تعاظم وتكبر فقد أشرك نفسه مع الله فيما هو من صفاته وخصائصه. فالإنسان يجب عليه أن يحقر نفسه وأن يتواضع وأن يذل وأن يرى نفسه من أصغر الناس وأضعف الناس، وحتى ولو كان في منصب رفيع وفي يرى نفسه أنه هو ضعيف، فعلا هو ضعيف، وله ملك كبير، له ملك كبير فهو ضعيف، إنسان ضعيف. يروى أن أحد خلفاء بني أمية بني العباس طلب من أبي حازم، هو رجل عالم ناصح، أن ينصحه، طلب منه أن يعظه، فطلب الوالي كوبا من ماء ليشرب على العادة، فقال له: يا أمير المؤمنين، لو أنك ظمئت وقيل لك ما نبيع عليك إلا بنصف ملكك هذا الكوب، ما نعطيك إياه إلا بنصف ملكك، وأنت تبي تهلك من العطش؟ قال: نعم، أشتريه بنصف ملكي ولا أموت. قال: طيب، إذا شريته بنصف ملكك وشربته وذهب عنك العطش، انحبس فيك البول، انحبس البول فيك. قال واحد: أنا ما أخرج البول منك إلا بنصف ملكك. قال: أعطيه إياه، أعطيه النصف ولا أموت بالبول. قال: بئس لملك يذهب بشربة وبولة، يذهب بنصف شربة وببولة. اطلب الملك من عند الله عز وجل الذي لا ينفد ولا ينقطع، اطلب هذا عند الله. موعظة عظيمة وهي سهلة. نعم. وإذا كان المصور الذي يصنع الصور بيده من أشد الناس عذابا يوم القيامة، وهذا من التشبه بالله، صناعة الصور، لأن الله هو المصور وهو الخلاق، فهذا المخلوق الضعيف يحاول أن يتشبه بالله فيوجد صورة على شكل ما خلقه الله، يجعل لها عينين وفما، ويجعل لها يدين ورجلين، لكن لا يقدر أن ينفخ فيها الروح. ولذلك تجد يسمونه الفن الآن، المشكلة يسمونه الفن والفنون، التصوير يسمونه الفنون، ويعظمون المصور هذا والفنان، فهو يقدر أنه ينحت حجر ولا طين ويخليه على صورة لها يدين ورجلين ولها صورة عينين وفم وأنف، يقدر هذا، لكن يبقى أنه ما يقدر ينفخ فيها الروح، لأن هذا من خصائص الله سبحانه وتعالى. ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. فلذلك يعجزه الله يوم القيامة، يأتي بالمصور فيقول له: أحيي ما خلقت، انفخ فيه الروح، فلا يستطيع، يأمره أمر تعجيز وتعذيب والعياذ بالله وخزي، انفخ فيه الروح، فلا يستطيع ذلك، لأن الروح لا يقدر عليها إلا الله سبحانه وتعالى. فلا يجوز التصوير لا بالرسم باليد ولا بالنحت ولا بالالتقاط بالآلة الكهربائية، كله يدخل تحت مسمى التصوير.
والمصور متشبه بالله، ولهذا قال الله جل وعلا في الحديث القدسي: ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي. أشد الناس عذابا يوم القيامة الذين يضاهئون بخلق الله، يضاهئون يحاولون أن يوجدوا صورة تشبه ما خلقه الله سبحانه وتعالى. هذا من خصائص الله، ولا يجوز لأحد أن يعمله، فيحترف التصوير أو يعمل التصوير ويعتبر هذا فناً من الفنون ويأخذ عليه جوائز، نسأل الله العافية. هذا من أكبر الكبائر، التصوير من أكبر الكبائر. ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي. أشد الناس عذاباً يوم القيامة المصورون، قالوا لهم: أحيوا ما خلقتم، أحيوا ما خلقتم، ولا يستطيعون أن يحيوها. فإذا لم يستطيعوا أن يحيوها عذبهم الله سبحانه وتعالى. فالموقف عظيم والخطر عظيم، ولكن يبقى إذا احتاج الناس إلى الصورة حاجة ضرورية، مثل أن تكون لأجل إثبات الشخصية أو ضبط الجرائم أو ضبط الأمن، أو هذه ضرورية، ويباح للضرورة ما لا يباح في حالة غير الضرورة. الله جل وعلا قال: وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه. فإذا اضطر الناس إلى التصوير فيصورون في أضيق صورة، ولا يتنبسطون ويتوسعون، يجعلون فنا من الفنون ويعلقونه على جدرانهم وعلى مجالسهم وعلى أو في الشوارع. هذا مضاهاة لخلق الله، معصية لله كبيرة من كبائر الذنوب. فلا تجعل في بيتك تصاوير، لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب ولا صورة، لا تدخله ملائكة الرحمة. وإذا لم تدخله ملائكة الرحمة تدخله الشياطين. فلا تبقي في بيتك تصاوير أبدا إلا الصورة التي تحتفظ بها للضرورة فقط، أما للذكريات، أما للفنون، أما هذا كله ما يجوز. وإن تساهل فيه الناس وصاروا يضحكون على اللي ينكر التصوير ويصفونه بالمتشدد ويصفونه بأوصاف للمتشدد بالمتطرف إلى آخر ما علينا منهم، ما علينا منهم، علينا من ديننا. نعم. وإذا كان المصور الذي يصنع الصور بيده من أشد الناس عذابا يوم القيامة، كما صح في الأحاديث: أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون. وجاء في تفسير قوله تعالى: إن الذين يؤذون الله ورسوله، أنها في المصورين، فالتصوير أذية لله. نعم. من أشد الناس عذابا يوم القيامة لتشبهه بالله، والله جل وعلا يتأذى لكنه لا يتضرر. قال الله جل وعلا: يؤذيني ابن آدم، يؤذيني. هذا يدل على أن الله يتأذى بأفعال عباده لكنه لا يتضرر سبحانه وتعالى، لا يضره شيء. نعم. من أشد الناس عذابا يوم القيامة لتشبهه بالله في مجرد الصنعة، فما الظن بالمتشبه؟ مجرد الصنعة يعني اللي يجعل نفسه يصنع الصور ويبيعها أو يعملها للناس، حرفة له، هذا من أشد الناس عذابا يوم القيامة، ومكسبه حرام الذي يأخذه من ورائها، لأنها في مقابل صنعة محرمة. واللي يبيع الصور هو ما صنعها ولا، لكن يبيعها، هذا أيضا يأكل حراما لأنه يبيع شيئا محرما. نعم. وإذا كان المصور الذي يصنع الصور بيده من أشد الناس عذابا يوم القيامة لتشبهه بالله في مجرد الصنعة، فما الظن بالمتشبه بالله في الربوبية والألوهية؟
نعم هذا أشد. نعم. كما قال صلى الله عليه وسلم: أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون، يقال لهم أحيوا ما خلقتم. أحيوا ما خلقتم، ولا يملك الحياة إلا الله سبحانه وتعالى. نعم. وفي الصحيحين عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: يقول الله عز وجل: ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي فليخلقوا ذرة فليخلقوا شعيرة. فليخلقوا ذرة، وهي النملة الصغيرة، لا يقدرون على ذلك، وهم يزعمون أنهم فنانين وأنهم يصورون الصورة على شكل ما خلقه الله. الله يتحداهم، يقول: اخلقوا ذرة صغيرة، حشرة، أو شعيرة، حبة الشعير وهي الجماد، فلا يقدرون على إيجاد الجماد ولا على إيجاد الحيوان، لا يقدر على هذا إلا الله سبحانه وتعالى. نعم. وفي الصحيحين عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: يقول الله عز وجل: ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي فليخلقوا ذرة فليخلقوا شعيرة. فنبه بالذرة والشعيرة، لأن الخلق لله عز وجل، هو الخلاق، لا يقدر على الخلق إلا هو، هو الخالق سبحانه، الله خالق كل شيء وهو الخلاق العليم. والله تحدى المشركين: إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له. اجمع كل ما في الدنيا من الصناع ومن المخترعين ومن الأطباء ومن خلهم يصنعون ذباب، هم يمكن يصورون الذباب لكن خلهم ينفخون فيه الروح ويخلونه يتحرك ويطير، ما يقدرون على هذا. لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له. اجمع من تريد من أهل الأرض، خلهم يخلقون ذباب، ما يستطيعون. وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه، الذباب يقع على الإنسان ولا يستطيع يمنعه من الوقوع عليه، ما يستطيع. الذباب يأخذ منك شيء ولا تستطيع تسترده. وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه، ضعف الطالب والمطلوب. وقيل المراد الأصنام، إن الذباب يقع عليها ويلوثها ولا تستطيع أن تمنع نفسها منه. نعم. فنبه بالذرة والشعيرة على ما هو أعظم منها. وكذلك من تشبه به تعالى في الاسم الذي لا ينبغي إلا له كملك الملوك. نعم. كذلك تشبه بالله في التسمي باسمه الذي لا ينبغي إلا له، أما الأسماء الأخرى مثل العزيز، مثل الملك، مثل هذا لا بأس. أما الله جل وعلا ما أحد يتسمى بالله، حتى فرعون ما قال أنا الله، قال أنا ربكم، أنا ربكم الأعلى، ما قال أنا الله. فالله جل وعلا هذا اسم، فمن تسمى سمى نفسه الله فهذا والعياذ بالله من أكفر الخلق. وكذلك الخلاق، الخلاق العليم، ما أحد يسمي نفسه الخالق أو الخلاق. نعم. وكذلك من تشبه به تعالى في الاسم الذي لا ينبغي إلا له كملك، مثل ملك الملوك كما مر بكم، ملك الملوك، شاهان شاه، هذا لا حرام، لا ما يجوز التسمي بهذا الاسم، لأن هذا من خصائص الله سبحانه وتعالى. أما نفس الملك، الله ملك سبحانه، هو الملك، لكن أيضا المخلوقين فيهم ملوك، يقال الملك فلان. نعم. وكذلك من تشبه به تعالى في الاسم الذي لا ينبغي إلا له كملك الملوك وحاكم الحكام وقاضي القضاة ونحوه. حاكم الحكام وملك الملوك وقاضي القضاة، الله هو الذي يقضي بين خلقه يوم القيامة، القضاة غيرهم يحضرون يوم القيامة فيقضي الله بينهم. نعم. وقد ثبت في الصحيحين عنه أنه قال: إن أخنع الأسماء عند الله عز وجل، يعني أنقصها وأذلها. نعم.
إن أخنع الأسماء عند الله عز وجل رجل تسمى ملك الأملاك لا مالك إلا الله. إيه ملك الأملاك، هذا لا يليق إلا بالله سبحانه وتعالى. نعم، ملك الملوك. نعم. وفي لفظ أغيظ رجل عند الله رجل تسمى ملك الأملاك. نعم. وبالجملة فالتشبيه والتشبه هو حقيقة الشرك. نعم. ولذلك كان من ظن أنه إذا تقرب إلى غيره بعبادته يقربه. خلينا نقف على هذا، وفي الحقيقة وبالجملة. وفي الجملة نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، لماذا سمي تعطيل الخالق شركا؟ وذلك أن المعطل لا يعبد مع الله إلها آخر، وإنما ينكر وجود الرب. نعم، أنه سلبه الربوبية، سلب الله ربوبيته سبحانه وتعالى، وجعل الطبيعة هي التي تخلق، والأفلاك هي اللي تخلق، هذا شرك بالله، جعل خالقين مع الله سبحانه وتعالى. فالمعطل ما يقول إن هذه الموجودات ما وجدت بدون موجود، يقول لا، موجدها الأفلاك، موجدها العقول العشرة، أو وجدتها الطبيعة، أو ما أشبه ذلك، أو النجوم والكواكب، هذا شرك بالله عز وجل. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، في كتاب الصف الأول الابتدائي يعلمون الطلاب كيف نعرف الله، والجواب نعرفه بآياته ومخلوقاته. هذا كلام شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب. فإذا قيل لك بما عرفت ربك فقل بآياته ومخلوقاته، من آياته الليل والنهار والشمس والقمر. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل الذي لا يستطيع إظهار دينه من الدعوة للتوحيد والتحذير من البدع ويجبر على ارتكاب المعاصي، هل تجب عليه الهجرة؟ بلا شك، إذا قدر عليها تجب عليه، ولا يجوز له أن يبقى في بلد لا يقدر على إظهار دينه، أو يجبر على فعل المحرمات. نعم. يقول فضيلة الشيخ، ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها؟ نعم. فأولئك مأواهم جهنم ساءت مصيرا. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، بعض الناس إذا قلت له فلان كامل قال ليس كامل إلا وجه الله، فهل يجوز إطلاق الكمال على غير الله؟ لا يجوز تقول فلان كامل، لا تقول فلان كامل، ما أحد كامل إلا الله سبحانه وتعالى. نعم، هذا من الغلو في الشخص. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، في سورة الإخلاص، ما الحكمة من تقديم لم يلد على ولم يولد، مع أن الولادة تأتي قبل الولد؟ لأنهم ادعوا له الولد، ردا على النصارى وعلى المشركين، لأنهم ادعوا له الولد. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، القول بأن القرآن مخلوق، هل هو كفر أكبر مخرج عن الملة؟ نعم، من قاله متعمدا فهو كافر الكفر الأكبر، ولذلك كفروا الجهمية. أما من قاله مقلدا أو متأولا وهو ما يدري فهذا ضال، قال إنه ضال ولا يكفر حتى تقام عليه الحجة. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، في قول القحطاني رحمه الله في النونية، والله يقول في قول القحطاني في النونية، والله في القرآن أخبر أنه يأتي بغير تنقل وتداني، هل نثبت أو ننفي عن الله صفة الانتقال؟ يعني قصد تنقل المخلوق من غير تنقل كتنقل المخلوق، وإنما يأتي كيف شاء سبحانه وتعالى، ولا نقول أنه يتنقل أو أنه، هذا ما جاء فيه، احنا نقف مع الدليل. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله،
هل يتفاوت الناس في أصل الإيمان وفي كماله؟ نعم. هل يتفاوت الناس في أصل الإيمان وفي كماله؟ تفاوتون تفاوتا عظيما في الإيمان، بعضهم أعظم إيمانا من الآخر، بعضهم قوي الإيمان بعضهم ضعيف الإيمان، هم الناس سوى في الإيمان. نعم. ما يقول إن الناس سوى في الإيمان إلا المرجئة، أما أهل السنة والجماعة يقولون لا، الإيمان يزيد وينقص، والإيمان يتفاضل بعضه أفضل من بعض، حب الناس واحد. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ذكرتم حفظكم الله أن العبادة لها قطبان هما المحبة والذل، السؤال كيف تقوى محبة الله تعالى والذل له في قلب الإنسان؟ هذا شيء يجعله الله سبحانه، لكن الإنسان إذا خشي ربه وامتثل أوامره واجتنب نواهيه فإن هذا ينمي حب الله في قلبه، كذلك ينظر إلى نعم الله يتفكر في نعم الله عليه، هذا يورثه محبة الله الذي أنعم عليه بهذه النعم. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يجوز أن ينسب للطبيعة شيء كقولهم إن سبب الزلازل هو ضعف القشرة الأرضية؟ الزلازل ذكر ابن القيم في مفتاح دار السعادة ذكر لها سببا، الله يجعل الأشياء مربوطة بأسبابها ما في شك، هذا شيء ما له سبب، الله يجعل الأشياء بأسبابها والزلازل لها أسباب ما في شك. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما حكم قول القائل أنا متوكل على الله ثم عليك؟ ما يقول متوكل، يقول أنا متوكل على الله، لفظ التوكل لا يكون إلا لله، أما التوكيل تقول أنا موكلك أنت وكيلي. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، أشكل علي ما ورد عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه من قوله للرسول صلى الله عليه وسلم أتوب إلى الله ورسوله في حديث إكثار السؤال على الرسول عليه الصلاة والسلام لما قال سألوني ما شئتم، فهل هذا من التوبة لأنه شق على الرسول صلى الله عليه وسلم فهو يعتذر إليه، يعتذر إليه مما حصل، معنى إلى رسوله يعتذر. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول من المعلوم أن الصلاة في المسجد الذي فيه قبر لا تصح، فما ضابط كون المسجد فيه قبر، وهل قرب القبر من المسجد مؤثر على ذلك؟ الضابط كون المسجد على القبر أن يكون متصلا به، ليس بينه وبينه طريق أو فضاء، أما إذا كان جدار القبر بجدار المسجد هذا متصل به، سواء كان من الخلف أو من الأمام أو عن اليمين أو عن الشمال، هذا قبر متصل بالمسجد، فهذا مسجد على قبر. نعم. أما إذا كان منفصل خارج عن المسجد إما بشارع وإما بفضاء وإما بأي حائل يفصل بين المسجد وبين القبر فصلا واسعا، معه فصل الجدار فقط، لا فصل فضاء طريق شارع بيوت ما أشبه ذلك. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل هناك فرق بين العبودية والألوهية؟ لا، العبودية هي الألوهية. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يجوز الانحناء وتقبيل الركبة إذا كانت ركبة الوالدين أو العالم؟ نعم. هل يجوز الانحناء وتقبيل الانحناء لا، ما يجوز، لا للوالد ولا لغيره ولا للملك ولا لغيره، الانحناء هذا ركوع لا يكون إلا لله، أما تقبيل اليد للوالد وولي الأمر والقاضي العالم هذا رخصوا فيه، تقبيل اليد لهؤلاء الثلاثة العالم ولي الأمر الوالد، نعم، من باب الإكرام له. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، أيهما أعظم، شرك التمثيل أم شرك التعطيل؟ لا شك أن التعطيل أشد، لأن التعطيل جحود للخالق أصلا، أما التمثيل فهو يعترف بالخالق لكن يشبهه لغيره. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما نوع الإضافة في قوله سبحانه وتعالى في الحديث العظمة إزاري والكبرياء ردائي؟ إضافة صفة إلى موصوفها، إضافة صفة إلى موصوفها، مثل رحمة الله، رضا، غضب، صفات مضافة إلى الموصوف. نعم. كلام الله موصوف، صفة إلى موصوف. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ذكرتم حفظكم الله أن حلق الرأس عبادة إذا كان في الحج أو العمرة، وأنه لا يجوز الحلق لغير الله، فعندنا، يقول عندنا في بلادنا يجبر الجنود على حلق رؤوسهم يقول عندنا في بلادنا يجبر الجنود على حلق الجنود على حلق رؤوسهم ولحاهم، وإذا طالت شعورهم على حلق رؤوسهم ما في بأس، أما حلق لحاهم لا، ما يجوز حلق الرؤوس، مباح نعم، لكن حلق اللحى محرم ولا يجوز، ولا طاعة لمخلوق، معصية الخالق. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سؤال تكرر وهذا واحد منه، يقول يحتج كثير من الناس أو يقول كثير من الناس هذه الأيام إنكم قد رجعتم عن فتواكم بحرمة التصوير بكافة أشكاله، ويحتجون على ذلك بظهوركم في بعض القنوات الفضائية وتصوير محاضراتكم. يكذبون، أنا ما ظهرت في أي فضائية، ما ظهرت ولله الحمد في أي فضائية، أما إنهم يأتون ويأخذون من المحاضرة يأخذون، وأنا ما أذنت لهم ولا حتى ما دريت عنهم، هذا إثمه عليهم، إثمه عليهم، أما إني ظهرت في فضائية فهذا كذب، أنا ما ظهرت ولله الحمد في أي فضائية، رغم المحاولات معي ما أجبتهم لذلك، لأن يشوف اللي هم خدعوا أوقعوهم في أغلاط وأوقعوهم في بلاوي، سلطوا عليهم الناس، هي حبالة، هذه الفضائيات حبالات، احذروا منها. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل المصور الذي يصور المحاضرات والدروس العلمية يدخل في الحديث فيكون كسبه؟ نعم نعم، يدخل في هذا، لا حاجة إلى التصوير، المحاضرات العلمية تسجل، تسمع، تكتب، المقصود حاصل بدون التصوير. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل الصور الفوتوغرافية التي تكون في الجوال وتصور بالجوال هل تدخل من ضمن الصور المحرمة؟ وهل يجوز بيع الجوالات التي تكون فيها كاميرا؟ وهل يجوز استخدامها في التصوير؟ الصور عامة في الجوالات وغيرها، الحديث ما خصص شيء، وآلة التصوير أيضا عامة، يحرم بيعها، يحرم بيعها إذا كانت خاصة بالتصوير، أما الجوال الذي تحتاجه للمكالمات والاتصالات فهذا تعطل ما فيه من التصوير، تعطله تعطيلا تاما، وتعمل شيء يجعله ما يصور، ولا تركه واشتري واحد سادة ما فيها كاميرا. نعم. يقول يوم تعطل هذه الكاميرا ولا تخليها ما تصلح للاستعمال، وإلا اشتر شيء خالي من الكاميرا، وهو كثير ولله الحمد. نعم. أشهد أن
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما حكم الصور التي تكون على ملابس الأطفال؟ لا تشتري ملابس فيها صور لا للأطفال ولا للكبار. الملابس كثيرة ولله الحمد ما فيها صور اشر. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يجوز استخدام الدمى البلاستيكية التي على شكل إنسان وإعطائها للأطفال؟ لا، ما كان على شكل حيوان، ما هو إنسان فقط، أي حيوان فيه روح ما كان على شكله فلا يجوز، لأنه صورة، وهذه بعد أشد لأنه تمثال، هذه تمثال وجسم. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا صلى المسلم وأمامه صورة أو أمامه كتاب فيه صور فهل تصح صلاته؟ يكره استقبال الصور، يكره. وإذا صلى إلى الصورة قاصدا هذا وهي أمامه قاصد هذا لا تصح صلاته. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، بعض الناس يحتج على جواز تعليق الصور بقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث إلا رقما في ثوب، فهل احتجاجه صحيح؟ الرقم ما هو بصورة، الرقم نقش ولا شيء ما هو بصورة. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، بعض الناس يتكبر، وأيضا قالوا هذا حديث متقدم وحديث النهي عن تعليق الصور متأخر يكون منسوخا. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، بعض الناس يتكبر ويدعي أن هذا من عزة النفس، فهل كلامه بعض الناس يتكبر ويدعي أن هذا من عزة النفس فهل كلامه هذا صحيح؟ عزة النفس الترفع عن الدنايا، عزة النفس ترفع عن الدنايا، هذه عزة النفس. أما رفع النفس هذا من التكبر. نعم، في فرق بين هذا وهذا. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، من قال إن التصوير المحرم في الحديث هو الرسم باليد أو النحت فقط لأنه الموجود في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، كيف يجاب عن ذلك؟ يجاب بأن هذا من كيسه، الكلام هذا جايبه من كيسه عليه دليل، الحديث عامة وحديث الرسول والقرآن لكل زمان ولكل مكان، هي خاصة بعهده صلى الله عليه وسلم. الرسول عمم قال كل مصور في أول الدنيا أو في آخرها كل مصور في النار. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، معلوم أنه لا خالق إلا الله سبحانه، فما الجواب عن قوله تعالى فتبارك الله أحسن الخالقين؟ مراد بالخلق التقدير وتخطيط الشيء في الفكر وفي الذهن. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، سمعت من يقول إن تقييد قول قاضي القضاة جائز، فمثلا أقول قاضي قضاة مصر مثلا، فهل هذا صحيح؟ لا، ما هو صحيح. قاضي القضاة مثل ملك الملوك، لا يجوز. اللي يقضي بين القضاة هو الله جل وعلا يوم القيامة، هو الحكم وإليه الحكم. نعم، فالمعنى موجود في هذا. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول في بلادنا كثير من الناس لا يعرفون العقيدة الصحيحة، وأكثرهم صوفيون، وأنا طالب في جامعة الإمام من طلاب المنح، هل يمكن أن أشرح لأهلي ولأصدقائي هذا الكتاب، كتاب تجريد التوحيد؟ وبما تنصحني حفظك الله في تعليم العقيدة، بأي كتاب أبدأ إذا ذهبت هناك؟ والله أقرب شيء وأوضح شيء كتاب التوحيد للشيخ محمد بن عبد الوهاب، لأنه مبني على آيات وأحاديث وكلام أهل العلم والسلف الصالح، أحسن شيء تقرأ عليهم فيه وتقرأ في شروحه عليهم. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل كل ذبيحة للمسلم تقربه إلى الله، أم الذبح معنية التقرب؟ الذبح للحم والأكل هذا مباح وليس عبادة، والذبح للضيف والقادم هذا إكرام وليس عبادة، ضيافة. أما الذبح على وجه التقرب وطلب الأجر فهذا لا يكون إلا لله سبحانه وتعالى. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، أو الذبح تعظيم، مثل إذا نزل الوفد أو ذبحوا عند الطائرة أو عند نزوله من السيارة تعظيما له، هذا ذبح تحية والعياذ بالله، ذبح تحية وتعظيم هو شرك. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، كيف يحافظ المسلم على فطرته وفطرة من يعول مع كثرة الملهيات والقنوات؟ استعين بالله عز وجل ويبتعد عن مغيرات الفطر، يبتعد عنها ويحمي نفسه وأولاده وبيته، أهم شيء البيت، أهم شيء البيت، خله سالم وخالي من هذه الأشياء. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يجوز تقييد الأحكام الشرعية في القضاء ومنع الاجتهاد لكي يكون الحكم موحدا في جميع القضايا؟ نعم، الحكم يكون بالكتاب والسنة على ضوء كلام أهل العلم، لأنه يقرب، لأن كلام أهل العلم وكتب الفقه تقرب معاني الكتاب والسنة، فهي يستعان بها ولا يعتمد عليها، يعتمد على الكتاب والسنة، لكن هذه الكتب والفقهيات هذه تقرب لك فهم الكتاب والسنة، تستعين بها ولا تعتمد عليها، تعتمد على الدليل من الكتاب والسنة. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، من صلى وعلى ثيابه صور فهل صلاته صحيحة؟ صلاته صحيحة لكن مع الإثم، يأثم، يأثم بحمل الصور معه. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل، حكومة بلدي منعت لبس النقاب في الشوارع وكل الأماكن العامة، سؤاله، هل يجوز لي أن أطلب من زوجتي أن تكشف وجهها وأن تخرج فقط للضرورة، علما بأنها إن لم تفعل فإنها قد تسجن وأنا لا أستطيع أن أهاجر الآن؟ إيش؟ علما أنها إذا لم تفعل فقد تسجن. تسجن؟ نعم. ما أظنها تسجن، ما أظنها تسجن، اللي يسجن اللي يحصل منه خلل إخلال بالأمن، اللي يحصل منه إخلال بالأمن يسجن، أما اللي ما يحصل منه إخلال بالأمن فلا يسجن. وعليكم الصبر، عليكم بالصبر والتمسك بدينكم، واستعينوا بالله واصبروا، كما قال موسى عليه السلام لقومه، استعينوا بالله واصبروا، إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين. نعم. وله بالضروري أن زوجك تطلع للشوارع وتطلع، خلها في البيت. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل ورد أن الكلب الأسود والقط الأسود أنها شيطان؟ نعم، الكلب الأسود البهيم، الكلب الأسود البهيم الذي ليس فيه لون غير السواد، هذا ورد أنه شيطان في الحديث، أما القط لا، ما أذكر شيء. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، امرأة تسأل فتقول إنها تأتيها كدرة قبل الدورة بيوم أو بيومين، فهل تترك الصلاة قبل رؤية دم الحيض؟
نعم، إذا كانت الكدرة والصفرة متصلة بالحيض فهي من الحيض، تترك الصلاة من أجلها. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، أدركت الجماعة الأولى في التشهد الأخير، ثم بعد فراغ الجماعة الأولى أقيمت جماعة أخرى، فترددت هل أقطع صلاتي وأصلي معهم من بداية الصلاة، لكني أتممت الأولى ولحقت بهم فأدركتهم في ركعتين، فهل فعلي هذا صحيح؟ لكني إيش؟ يقول لكني أتممت صلاتي ثم أتممت مثل هذا يتمها نافلة. إذا دخل مع الجماعة في آخر الصلاة وجاء جماعة ثانية وما أدرك الجماعة في آخر الصلاة فهو يتمها نافلة ركعتين ويلحق بالجماعة. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، لا أستطيع القيام للصلاة إلا معتمدا على عصا أو على الطرف الصناعي، فما حكم اعتمادي عليهما أثناء الوقوف في الصلاة؟ لا بأس بذلك، فاتقوا الله ما استطعتم. إذا كنت لا تستطيع القيام إلا معتمدا على شيء فلا بأس بذلك. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، مؤسسة تخرج أثاثها من كراس ونحوه ولا يستفاد منها، فهل لي أن أخذها؟ استأذن المسؤول إذا أذن لك فلا بأس. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا دخلت المسجد وكان الوقت إلا إن كان هي ملقاة في الزبالة أو في الشوارع ملقاة خذ منها، أما إذا كان ما ألقيت وإنما أخرجت وجمعت في مكان لا تأخذ منها شيء إلا بإذن المسؤول. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا دخلت المسجد وكان الوقت وقت نهي وهو طويل، فإني أجلس ولا أصلي تحية المسجد لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، فهل فعلي هذا صحيح؟ نعم، لا بأس عليك، إن صليت فلا بأس وإن جلست فلا بأس، كل له وجه. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل الاحتفاء سنة وهو أن يمشي المرء دون حذاء أحيانا؟ هل الاحتفاء سنة؟ إذا كنت تأمن على رجلك، لأن الآن الأرض اختلفت، صار فيها زجاج وصار فيها أشياء خطيرة، أما إذا كنت في أرض سليمة ولا فيها مخاطر فلا بأس أنك تحفى لأجل تتعود على الجلد وعلى القوة. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول كثير ما يسألني الزملاء في العمل فأنقل لهم فتاوى العلماء المعتبرين كفتاوى اللجنة وفتاوى ابن باز وغيرهم، فهل للسائل أن يعمل بهذا أم لا بد أن يسأل من يفتيه؟ إذا كان عندها العلماء فلا ترجع إلى الفتاوى، خلهم يسألون العلماء الموجودين، إما يتصلون بهم وإلا يلتقون بهم، وإما لأنهم عندهم الإمكانية. أما إذا كانوا في بلد ليس فيها علماء فلا بأس أن تنقل لهم هذه الفتاوى الثابتة عن المشايخ. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، سائلة تقول هل يجوز للمرأة أن تركب في سيارة مع أختها وزوج أختها؟ نعم، إذا كانت في البلد ما هو بسفر ما يخالف، أما السفر لا بد من محرم. نعم. انتهى. الله تعالى أعلم، وصلى الله